سألتني انت كيفاش جات الفكره. وفات عام 2008 حسينا ليكيب الكل هكا وصلت من سيغتين ماتوريتي تكنيك، قلنا علاش ما نعملوش اول سلسله في تونس وحتى في الافريق. هي دايوغ كنا احنا اول سلسله موجوده في الافريق والموين اوريون. اي الفكره اللي طلعنا بها قلنا علاش ما نعملوش بروجيكسيون دون لو فيتور، خاطر حابين ننتقدوا تونس في الوقت هذاك. تفكروا وقتها كانت ثم شويه سانسور، ما كناش نجمو نحكيو اليز. اي دونك الفكره قلنا علاش ما نعملوش بروجيكسيون دون لو فيتور انا في 2050، اما نحن وقتها ننتقدوا في السوسيتي تونيزيان في العوام هذوكم. لا ما نتخوفش، على خاطر كنا معناها اون ميتريز لي تكنيك، دونك ما كانتش عرفنا اللي هي قوه كاستينغ. دونك عملنا كاستينغ كبير وكل رول خذ حقه. وقتها دايوغ حتى وسيم من الاول حتى قبل موزايك بدينا مع بعضنا، ودونك ثما برشا ومع جعفر وكل دونك كل واحد الحق زاد لي كوميديان تبارك الله عليهم تري بروفيسيونيل. دونك كل واحد تقمص الشخصيه نتاعو لعب الدور نتاعو بالكدا، وماهيش ساهله راه واحد باش يعطي الروح نتاع الشخصيه جوست بالفوا نتاعو، والحق نجحوا فيها معناها لي زاكتور الكل. والله كان حد يسالني شنو هو السر نتاع نجاح نتاع 2050، ما تجمش تفسره، ما تجمش تقول هذه ولا هذه هي اللي خليت السلسلة ناجحة. أنا نفسرها برشا حاجات مع بعضهم متلموا، دي كوميديان اللي كل واحد في الدور متاعو، طريقة الكتيبة كانت زادة حاجة جديدة ما كانوش يعرفوها في تونس. فهذا كله هو جو بونس يفسر النجاح متاع 2050. وزادة اللي هي منوعة فيها برشا شخصيات، دونك كل حد يرى روحه في شخصية من الشخصيات. علاش وقفنا؟ حسينا اللي من بعد 4 سيزون السيري حكينا على المواضيع اللي حبينا نحكيو عليهم، وحسينا اللي حبينا نتعداو لحاجة أخرى. الفو سافوار كو سي جي اس ماهيش تخدم كان 2050، دايوغ كنا أول شركة عربية تخدم على ديزني. دونك خدمنا دي برودكسيون لبرا، الفرانس تيليفزيون، ديزني شانيل. دونك مشينا في اكس واحد اخر، ومن بعد عم ناول حسينا اللي برشا عباد قاعدين يطلبوا في السيري علاش ما ترجعش. دونك قلنا علاش ليه، اما حبينا نرجعوا بطريقه جديده. دونك ليكيب اللي تكتب تبدلت، حتى الروندو ان شاء الله باش يكون سوربريز لبرشا عباد. روندو معناها ليماج باش تكون ديفيرونت من قبل. دونك الرجعه باش تكون 2050، روح 2050، اما بطريقه جديده نخليكم تكتشفوها في رمضان السنة. دونك سي جي هي دونك شركة نتاع ستوديو 3D موجود من عام 2020. دونك سي جي هي شركة ستوديو 3D موجود من عام 2000، دونك عندنا 20 سنة. بون في تونس معروفين ب 2050، مي كيما حكيت لك عملنا بليزيوغ ترافو لبرا. خدمنا مثلا غارفيلد الكارتون نتوركس، زول ديزني شانيل، خدمنا مع الرايز الشين ايطاليان. دونك عندنا بليزيوغ برودكسيون على الاكسبور. والفيزيون نتاعنا سي كو معناها احنا كتوانسة نجموا من تونس نكونوا في نفس النيفو اللي تعمل برا، معناها ما نقصنا حتى شيء تبارك الله، لي كومبيتونس موجودين. وبالحق معناها حتى 2050 صحيح نشوفوا في ليماج ونشوفوا في لي كوميديان، مي ثما زاده ايكيب وفريق كامل قاعد يخدم اللي يعملوا في خدمه كبيره برشا. وهذاك زاده سبب من اسباب النجاح نتاع 2050. كان جينا في 2050 ونقولها نسميها تونس الان.